فزت بالمركز السادس في معرض إبداع العلوم والهندسة. شعور شكر وامتنان لكل اللي دعموني لين وصلت لهنا، لأني أبدا ما وصلت لوحدي. أول شيء أشكر الله وأحمده على أن رزقني هذا الفضل أني أكون هنا مع الفائزين، مع صحباتي ومع معلماتي ومشرفاتي. أشكر إدارة تعليمك المكرمة، بالذات أخص أستاذ نوف على دعمها لنا لأن نوصل لهنا. وكمان أشكر عائلتي، أكيد أكثر شكر عرفان لهم، مشرفيني اللي دعموني حتى وصلت لهنا بمشروعي البحثي والعلمي.